اسمي الدكتور عز الدين فايز فياض، أصلي فلسطيني من تلحوم قضاء طبرية. ولدت عام 1972 في مخيم اليرموك في سوريا، حاليا مقيم في باريس وأحمل الجنسية الفرنسية، كما أعمل في المشافي الفرنسية منذ ما يقارب 15 عام. على الصعيد الإنساني قمنا بالتنسيق لإجراء عمليات جراحية وإرساليات دوائية مجانية لعدة مرضى محتاجين. على الصعيد السياسي قمنا بالمشاركة والدعوة لعدة فعاليات مناصرة لقضيتنا الفلسطينية العادلة، وكان الهدف منها هو لفت الأنظار إلى شعبنا الفلسطيني المظلوم وتعزيز روح المحبة والسلام بين مختلف الجنسيات. أخيراً أتوجه بالشكر إلى مؤسسة شخصية العام ورئيسها الزميل الدكتور كمال الحسيني وسعادة الأخت مها أبو سمرة، الذين كان لهم الفضل الكبير في وجودي بينكم هذا اليوم. على العهد باقون، وإنها الثورة حتى النصر.